مساء الخير بلال، مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم. بالفعل نحن على المباشر وسنحضر عملية سحب قرعة الدور النصف نهائي لكأس الاتحاد العربي للأندية لموسم 2012-2013. في البداية لن يفوتني أن أرحب بكل من سيد محمد روروة رئيس الاتحاد الجزائري ولكرة القدم، النائب الأول لسمو رئيس الاتحاد العربي، رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الاتحاد العربي للأندية. لن أنسى أيضا الترحيب بالسيد سعيد بن علي جمعان الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، مرحبا سيدي. وأيضا سأرحب بممثلي الاتحادات العربية والأندية المتأهلة للدور النصف نهائي من هذه المسابقة، كل من اتحاد العاصمة الجزائرية، النادي الإسماعيلي المصري، وأيضا العربي الكويتي ونادي الرجاء المغربي. مرحبا بكم، سنحضر عملية القرعة وستكون بعد أن نتوقف عند نبدأ حول مراحل البطولة لهذا الموسم، وسيكون ذلك مع الدكتور محمد الخير الشيخ مدير المسابقات. سيدي مرحبا بك، تفضل إلى المنصة. ستكون نبدأ حول لقاءات ما قبل هذا الدور، وستكون إذن مع مدير المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم السيد محمد الخير الشيخ، تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا الكرام، في يوم من أيام الاتحاد العربي، هذا اليوم في هذه المدينة، مدينة الجزائر، الجزائر نادى المنادي إلى التحرير يدفعها، فاستصخرت من غيود الحجر تنعتق، سارت على الظلم مثل السيل جارفة، فلا الفيالق تسنيها ولا الفرق. أحبتنا الكرام، بطولة الاتحاد العربي لكأس الأندية أو كأس الأندية الاتحاد العربي انطلقت من جزر الغمر، كانت لقاءات رائعة وجميلة، كانت بالنسبة لهم عيد وطني. التقى فيها فريق ستيل نوفيل الغمري وفريق الحرس الوطني، الحرس الجمهوري الجيبوتي والصحفي الصومالي. تأهلت من هذه المجموعة فريق ستيل نوفيل وتأهل للدور الثاني من تصفيات أفريقيا. بدأ الدور الأول لآسيا وتقابلت فيه أندية التالية: الشعب اليمني قابل النجم اللبناني، الجهراء الكويتي مع الفتح السعودي، العروبة العماني مع شباب الظاهرية الفلسطيني، وشباب الأردن الأردني مع الحد البحريني. تأهل من هذا الدور إلى الدور الثاني الشعب اليمني، الفتح السعودي، شباب الظاهرية الفلسطيني والحد البحريني. ثم كان الدور الثاني أيضا لقارة آسيا، فالتقى الشعب اليمني مع البقعة الأردني، والعربي الكويتي مع الفتح السعودي، والقوة الجوية العراقي مع شباب الظاهرية الفلسطيني، والنصر السعودي مع الحد البحريني. تأهل عن هذا الدور البقعة الأردني، والعربي الكويتي، القوة الجوية العراقي، والنصر السعودي. انتقلت المنافسات إلى قارة آسيا، فالتغت في دور في مبارتي ذهاب وإياب فريق تفرق الزين الموريتاني مع اتحاد العاصمة الجزائري، ستيل نوفيل الغمري مع البنزرت التونسي، والإسماعيلي المصري مع الخرطوم السوداني. تأهل عن هذا الدور إلى الدور الذي يليه اتحاد العاصمة الجزائري، شباب الأسدود الجزائري، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري. كل هذه الفرق التقت في دور الثمانية أربع فرق من آسيا وأربع فرق من أفريقيا، وكانت اللقاءات في مبارتي الذهاب وإياب كالتالي: القوة الجوية العراقي مع الرجاء المغربي، الإسماعيلي المصري مع شباب بلوزداد الجزائري، النصر السعودي، العرب الكويتي، البقعة الأردني مع اتحاد العاصمة الجزائري. تأهل من هذه المجموعة الأربع فرق التي تأهلت إلى نصف النهائي فرق من نار، إن شاء الله ستكون مبارياتها مباراة حديدية. تأهل اتحاد العاصمة الجزائري والعربي الكويتي والإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.
الأندية التي تأهلت إلى الدور أو المربع الذهبي ودور النصف النهائي من كأس العرب، وسيكون لنا عملية القرعة. نحن دائما متواجدون بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونحن على المباشر أطلب أيضا من السيد محمد الخير الشيخ مدير المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم أنه يتفضل للمساحة أو الحيز المخصص لعملية القرعة. ستشرح لنا كيف ستتم عملية القرعة، ثم سنبدأ مباشرة في هذه العملية. نعم، ستكون القرعة مثل الأدوار السابقة، هي قرعة شاملة راح توضع في هذه البلورة الأربع أندية المتأهلة. في هذه البلورة أيضا سيكون الأرقام 1 و2 و3 و4، ثم بعد ذلك يتم سحب إجراء القرعة وتسكن في هذا الجدول 1 ضد 2 و3 ضد 4. هذا أيضا لعملية شرح عملية القرعة. هذه شرح عملية القرعة. هنالك تنبيه هام اللي هو الفرق 3 و4، أحد هذين الفريقين هو سيحتضن المباراة النهائية. إذا تعرفنا الآن على طريقة سحب عملية القرعة، سنشرع مباشرة في السحب. طيب، نحن يسرنا يعني عندنا أخواننا في لجنة المسابقات، هذه اللجنة التي تقوم بعمل جبار جدا جدا في الاتحاد العربي من أجل صياغة المسابقات وإيجاد رزنامة خاصة بها وسط هذه الرزنامات الدولية والقارية الصعبة. ندعو أخونا الأستاذ، تفضل سيدي، فاروق سرية، أخونا تفضل صلاح العربي، تفضل أخ فاروق، سيتولى سحب الأرقام. أخ صلاح تفضل هنا، سيتولى عرض الأندية المشاركة الأسماء ووضعها في الكرات، وضعها داخل البرورة. اتحاد العاصمة، يلا إذن أشقائنا العرب من سوريا وليبيا متواجدون معنا لإجراء هذه العملية، نرحب بكم ونرحب بكل الحضور من على المباشر من مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأنتم تحضرون عملية سحب القرعة الخاصة بالدور النصف النهائي لكأس العرب. العربي الكويتي، الرجاء المغربي، والإسماعيلي المصري. إذن هي أربعة نوادي ستشارك في الدور النصف النهائي، وسنتعرف على من سيقابل من في هذا الدور، وذلك بعد إجراء عملية القرعة. إذن تمت العملية أمام ممثلي هذه الأندية، وسنشرع في عملية القرعة الآن. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ. الأخ صلاح، رقم بعدين نسكر عليه، نسحب الرقم ونسكر عليه. اوكي، راح تكون نفس طريقة الفريق او السحب. اوكي، يلا صلاح. هذه المباريات ستكون مباريات قوية، نرجو الجمهور ان يستمتع بها. رقم 3، اتحاد العاصمة الجزائري رقم 3. اتحاد العاصمة سيكون له الحظ في الاستقبال في مباراة الذهب. الفريق الثاني والنادي الثاني سيكون سيسبنس كبير داخل القاعة طبعا. الرجاء المغربي رقم 2. الرجاء المغربي سيتنقل في المباراة الأولى في مرحلة الذهب. تفضل. العربي الكويتي رقم 1. إذا تعرفنا على المباراة الأولى.
والعربي الكويتي سيواجه نادي الرجاء المغربي في ذهاب النصف نهائي. والأخيرة ستكون شكلية فقط حتى نتأكد من صحة عملية السحب. نعم، الإسماعيلي المصري في الرقم 4. ونادي اتحاد العاصمة سيواجه النادي الإسماعيلي المصري. إذن تعرفنا على المباراتين والدور النصف النهائي لهذا الدور. كما تشاهدون نادي العربية الكويتي سيواجه نادي الرجاء المغربي في مباراة الذهاب والإياب، وأيضا سيكون نادي اتحاد العاصمة الجزائري سيواجه ويستقبل في مباراة الذهاب النادي الإسماعيلي المصري، وستكون أيضا مباريات الإياب إن شاء الله. لنتعرف في الأخير على البطل لهذا الموسم. شكرا جزيلا سادتي، تفضل. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله. نبقى دائما معك السيد أو الدكتور محمد الخير الشيخ، مدير المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم. لو نتعرف على تواريخ إجراء هذه المباريات. نعم، عندنا تاريخين للمباريات الذهاب وتاريخين أيضا لمباراة الإياب. سيكون مباراة الذهاب يوم 12 و13 مارس الجاري، وستكون مباراة الإياب يوم 2 و3 من شهر أبريل. طيب، الشيء الأخير ربما نطلب أيضا من ممثلي الأندية أنهم يبقوا معنا حتى نهاية القرعة. نعم، كل الأخوان ممثلي الأندية سيبقوا معنا إلى أن يتم توقيع محضر الاتفاق بين الناديين. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. إذن هكذا تعرفنا، تفضل سيدي، هكذا تعرفنا على عملية القرعة والدور النصف النهائي. وذكر بالأندية، نادي العربية الكويتي سيستقبل نادي الرجاء المغربي، ونادي اتحاد العاصمة الجزائري سيستقبل النادي الإسماعيلي المصري. هذا فيما يخص المباريات. الآن سنفسح المجال للانطباعات، لكن قبل ذلك سأعطي الكلمة للسيد رئيس الاتحاد الجزائري السيد محمد رورعوى، والنائب الأول لسمو رئيس الاتحاد العربي، رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الاتحاد العربي. سيدي تفضل معي، مرحبا بكم على المباشر من مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تحية طيبة للمشاهدين التلفزيون الجزائري، واحنا سعداء باستقبال اشقائنا العرب من كل عمق القطر العربي، من عرب آسيا وعرب افريقيا، وسعداء جدا لاحتضان هذه الاجتماعات للمختلف اللجان، وخاصة احتضان القرعة هذه. وجزاكم الله خير انتم في التلفزيون الجزائري لبثها المباشر، وأسفرت على النتائج اللي نبدأ تشوفها. وبالنسبة لنا كاتحاد، إذا كسب نادي الاتحاد العاصمة حيكون نهائي إياب هنا في الجزائر، وهذا يكون عرس كبير. إذا نستأذن الإخوة أشقائنا المصريين تبع الإسماعيلي، لكن اللي يكسب الأحسن إن شاء الله. وبالنسبة للنادي الرجاء المغربي، يلتقي إخواننا في الكويت، هذا رمز لدور الاتحاد العربي في بناء صداقة وأخوة وتبادل رياضي إيجابي ما بين الأشقاء العرب كلهم. بالفعل، بالتوفيق سيد محمد رورعوى، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إذن هذه هي انطباعات السيد محمد رورعوى. الآن سنستقبل أيضا السيد سعيد بن علي جمعان، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم. سيدي مرحبا بكم في الجزائر. الاتحاد العربي شغال يعني. الحمد لله، احنا سعداء جدا بوجودنا في الجزائر وفي استضافة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. سعدنا كثير بمشاهدتنا لفخر للكرة العربية، الانجازات اللي حصلت من خلال الاتحاد الجزائري لكرة القدم. سعدنا بوجود الأخوة أعضاء لجنة المسابقات والأندية المتأهلة لدوري الأربعة، ونقول لهم ألف مبروك، ونتمنى لهم رسالة خاصة إنه هذه الأندية الأربعة عاصرت البطولة منذ بدايتها وحتى النهاية، ويجب أن يكون في الحسبان الصعوبات التي مروا عليها، فيجب يعني تلافيها والعمل جاهدا على يعني إخراج البطولة بصورة ممتازة، لأنه نحن نرغب كاتحاد عربي وهم أيضا يرغبون أن تكون الصورة الحقيقية للكرة العربية. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. وبالتوفيق الاتحاد العربي. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إذن هذه هي الانطباعات. الآن ربما سنتعرف على انطباعات ممثلي النوادي. سأبدأ بالسيد ربوح حداد، ممثل اتحاد الجزائر. سيد ربوح تفضل معي إذا كان ممكن فقط حتى نتوقف لانطباعات المباريات. إذن اتحاد الجزائر سيواجه نادي الإسماعيلية المصري، وسيكون ذلك يوم 12 مارس. سيدي مرحبا بك
اللقاء شاهدت القرعة وحضرت القرعة على المباشر، انطباعاتكم حول هذا اللقاء سيكون قوي وقوي جدا. السلام عليكم ومرحبا بأخوينا تاع شيخنا العرب، إن شاء الله تكون مقابلة شيقة وإن شاء الله نديروا كل ما في جهدنا كامل باش نجيبوا الكأس، يعني الشعب تاعنا متشوق لمثل هذه المباراة. هي من بين أهداف اتحاد العاصمة هذا الموسم؟ نعم، بين الأهداف إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. شكرا. ميرسي. شكرا. أطلب أيضا من ممثل نادي الإسماعيلي السيد إبراهيم محمود أبو علي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، سيكون معنا هو الآخر لأنه سيواجه اتحاد العاصمة وسيكون في تنقل لاتحاد العاصمة. سيدي شكرا، تفضل من هنا. ستتنقلون المرة الثانية للجزائر، هذه المرة ستواجهون اتحاد العاصمة. احنا بنتفائل بالجزائر وكلنا شعب عربي واحد وما فيش فرق، وطبعا اتحاد العاصمة فريق قوي وإن شاء الله اللي يكسب كلنا عرب والفايز هو العرب. يعني اللقاء سيكون قوي؟ قوي جدا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. وسنختم أيضا بالسيد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي. سيدي مرحبا بك معنا في غياب الرابع ممثل العربي الكويتي. معليش، على كل ممثل النادي المغربي سيكون حاضر معنا. نادي الرجاء المغربي، ستقابلون نادي العربية الكويتي، كلمة حول هذه المباراة. إن شاء الله تكون مقابلة كبيرة وكنتمنى الفوز للفريق اللي يكون في المقابلة، وهي مقابلة واجد إن شاء الله، وتكون مقابلة قوية وفريق الرجاء يكون مستعد إن شاء الله النهائي إن شاء الله. مباراة تشوفوها قوية، كيفاش تعرفوا النادي العربي الكويتي؟ بالفعل كنعرفوا النادي العربي الكويتي، المدرب ديال العربي الكويتي مدرب كان عند فريق الرجاء الرياضي، مساعد المدرب مدرب مغربي، دونك كنعرفوا كثير على الفريق الكويتي، وإن شاء الله الفائز غادي يكون في النهائي إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، بارك الله فيك. إذن هذه هي انطباعات، نطلب فقط من الحضور أنهم يلتزموا في أماكنهم، وسنختم بالتذكير البرنامج الكامل لهذا الدور النصف نهائي. إذا النادي العربي الكويتي سيواجه نادي الرجاء المغربي، ونادي اتحاد العاصمة الجزائري سيواجه النادي الإسماعيلي المصري، وسيكون ذلك في 12 و13 من شهر مارس، ولقاءات العودة ستكون في 2 و3 أفريل. إذن تمت عملية سحب قرعة الدورة نصف نهائي لكأس العرب لموسم 2012-2013 على المباشر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عودة لمباراة مولودية الجزائر وشباب عين البيضاء، وسيكون ذلك مع الزميل بلال بناري. شكرا وإلى اللقاء. شكرا لك.